أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، مع من دروس النحو بعنوان أنواع الفعل المعتل، معكم مستر عبد الله علي. الفعل المعتل هو الفعل الذي كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، زي ما عرفنا من الدرس اللي فات ان حروف العلة تلاتة: ألف واو وياء. إذن الفعل إذا اشتمل أحد حروفه الأصلية على حرف الألف أو حرف الواو أو حرف الياء، إذن هو فعل معتل. وزي ما اتفقنا من الدرس اللي فات ان الحروف الأصلية هي حروف الفعل الماضي الثلاثي. فعل المعتل ليه أنواع تلاتة. النوع الأول الفعل المثال، والفعل المثال هو الفعل الذي كان أول حرف من حروفه الأصلية حرف علة، زي وضع أو وقف. طبعا الحرف الأول هنا حرف الواو، وإذا حرف علة إذن الفعل وضع فعل معتل، كذلك الفعل وقف. وعندنا أمثلة تانية زي وهب أو وصل، وكمان وعد أو وجب. إذن الأفعال دي فيها حرف علة في البداية، أول حرف هو حرف علة، إذن الفعل يسمى فعل مثال. وتاني نوع من أنواع الفعل المعتل هو الفعل الأجوف. يعني إيه فعل أجوف؟ هو ما كان وسط حروفه الأصلية حرف علة. ومن أمثلة الفعل الأجوف قال أو باع، عاد ونال، مات ضاع. بل الأفعال الموجودة هنا الحرف اللي في النص حرف علة، إذن الفعل ده اسمه إيه؟ فعل أجوف. يبقى كمان مرة، الفعل الأجوف في وسطه، في وسط حروفه الأصلية حرف علة. ثالث نوع من أنواع الفعل المعتل هو الفعل الناقص، بمعنى الفعل الذي كان آخر حروفه الأصلية حرف علة. ومن أمثلة الفعل الناقص دعا ومشى، سعى ونهى، رأى قضى. يبقى الأفعال الموجودة أفعال آخر حرف فيها حرف علة، فده يسمى فعل ناقص. يبقى لازم ناخد بالنا حرف العلة في أي مكان في الفعل. كمان مرة، الفعل الناقص هو آخر حرف من حروفه الأصلية حرف علة. إذن أنواع الفعل المعتل نراجع عليهم سريعا. رقم واحد، النوع الأول الفعل المثال، واتفقنا أول حرف من حروفه الأصلية حرف علة. والنوع الثاني الفعل الأجوف. يعني فعل أجوف؟ أيوة، حرف العلة في النص. والنوع الثالث الفعل الناقص. يعني فعل ناقص؟ يعني آخر حرف من حروفه الأصلية حرف علة. يبقى كمان مرة، أنواع الفعل المعتل ثلاث أنواع: مثال أوله حرف علة، أجوف في وسطه حرف علة، ناقص في آخره حرف العلة. ومع تدريبات درس أنواع الفعل المعتل، السؤال: تخير نوع الفعل المعتل، مثال أم أجوف أم ناقص. والجملة الأولى: تسعى مصر إلى التقدم.
الفعل تسعى، حرف العلة فين؟ في الآخر، يبقى ده يسمى فعل ناقص. اتنين، النحلة تجد الخلية. تجد مثال ولا أجوف ولا ناقص؟ نجيب الماضي، وجد، يعني إذن أوله حرف علة، واللي أوله حرف علة مثال. رقم ثلاثة، قم مبكرا. الفعل قم، طبعا ده فعل أمر، أحوله زي ما اتفقنا الفعل ماضي، قام، يبقى في النص حرف العلة، إذن الفعل دوت أجوف. رقم أربعة، يقف الطلاب منظمين. الفعل يقف فعل مضارع، الماضي منه إيه؟ وقف. تمام جدا، يبقى أول حرف واو، أول حرف علة، فده يسمى فعل مثال. رقم خمسة، يفوز المتفوق. يفوز فعل مضارع زي ما اتفقنا، تلقائي كده نرده للماضي. يفوز الماضي منه فاز، يبقى في النص حرف علة، يبقى إذن فعل أجوف. رقم ستة، رأيت العلم نورا. الفعل رأى، آخره حرف علة، واللي آخره حرف علة نسميه ناقص. رقم سبعة، وصلنا في الموعد. وصل واضح جدا أوله حرف علة، إذن مثال. تمانية، الفلاح يسقي النبات. الفعل يسقي، الماضي سقى، إذن آخره حرف علة، يبقى فعل ناقص. رقم تسعة، المصري يعيش في أمان. الفعل يعيش، الماضي منه عاش، يبقى في النص حرف العلة، إذن أجوف.